الجيتار تابس. زي ما احنا عارفين في المزيكا في حاجة اسمها النوتة الموسيقية اللي هي 5 خطوط واربع مسافات، تفاتيفي تاتي وتفاتيفي تا. كلام جميل جدا ومهم جدا انك تتعلمه كمزيكا، خصوصا لو بتتعلم آلة غير الجيتار. لكن في الجيتار في اوبشن لذيذ جدا اسمه الجيتار تابس. ايه الجيتار تابس؟ الجيتار تابس هي رسمة شبه النوتة بالظبط، لكن اخف كتير في التفاصيل وابسط جدا ومخصوصة للجيتار. طب يبقى عندك فيه 6 خطوط وارقام. ال6 خطوط دي هي اوتار الجيتار. يعني مثلا لو قلنا اول خط هو الوتر الاي لفوق، والاخر خط هو الوتر الاي اللي تحت، وكل الان بتوين هي بقية الاوتار. وسط الخطوط دي بيبقى فيه ارقام، والارقام دي هي ارقام البارات. يعني مثلا لو لقيت رقم 3 على اول وتر فده معناه انك تدوس بار 3 على اول وتر زي كده، ولو لقيت رقم 2 على تاني وتر ده معناه انك تدوس 2 على تاني وتر، وان لقيت 0 0 و3 و3 في الاخر ده معناه انك تعمل كورد الجي. فهي سهلة جدا. طب هل هي كوردات بس؟ لا، هي حاجات كتير جدا. زي ما انا دلوقتي حازف اغنيه ليله لو باجي ليله، بما اننا قاعدين القعده العربي دي فاغنيه خليجي. تعالوا نشوف ازاي تتعزف على التابس. ودي كانت طريقة التابس بكل بساطة.